هلا بالعيال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ شيء طيبين، تمام، بخير الحمد لله وصحة وسلامة. معكم اكس بلاك حمودي 187 اكس من قناتي. اليوم جايب لكم كومنتري بسيط عن لعبة نيد فور سبيد، عن شرح تفعيل لعبة نيد فور سبيد. طبعا في البداية قلت هلا بالعيال، سرقتها من دقش. على العموم اليوم شرح كيف تفعل لعبة نيد فور سبيد هاوت، ما ادري عاد الباقي وشو الفورست، ما ادري وشو، المهم زبده اني ما اعرف انجليزي. على العموم اليوم جايب لكم شرح تفعيل وكل شيء وكذا، واستمتعوا فيه. صفحة السود، الله لاحا، ما ادري. على العموم خلينا في صفحة سوداء، طلعنا هذه اربع خيارات، تختار منها الخيار الاول اللي هي حق التفعيل. تضغط على الخيار الاول في الدفتر الموجود بالشريط، اقلبه تلاقي فيه الارقام من ورا، ثبت الارقام ثبت الارقام بالدفتر، ثبت الارقام الموجوده اللي ورا الدفتر. دخلها دقيقه بس، كذا الحين دخلنا الارقام وكل شيء. اضغط على هذه على اليمين، ثم تضغط على نفس الكلمه، على الكلمه الثانيه، طبعا على اليمين ذي المعلومات كذا، لكن تضغط على البزرق، ثم تضغط الكلمه برضه على اليمين. الحين تطلع لنا الحين حق التحميل اللاين، تضغط عليها راح يتحمل الحين، وراح تستمتع في اللاين وكل شيء، وتعيش حياتك وسباقات تفحيط وكل شيء باللعبه. اللعبه ممتعه، جربتها. على العموم لايك زائد كومنت زائد سبسكرايب زائد مفضلة، وزي ما وعدتكم انا اني راح انزل لكم مقطع من W2 المرحلة الأخيرة ان شاء الله، راح انزل لكم قريب. على العموم يلا اشوفكم على خير، كان معكم اكس بلاك حمود 187 اكس من قناتي، يلا اشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لايك زائد كومنت زائد سبسكرايب، اشوفكم مقطع ثاني بكومنتري ثاني، يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله يكون شرح جابكم زي ما هو.